سامح بيه سامح بيه فاضل لو معاك كلمه من حاج النهارده لليوم السابع بالنسبه لخمسه انتخابات النهارده زي ما انت شايف عيد المحامين عيد المحامين النهارده قول كلمه النهارده للمحامين توجه لهم كلمه للمحامين ان شاء الله المستقبل القادم هيبقى فيه حاجات كتير افضل على ايدك ان شاء الله ده ما ينفعش حضرتك بتقول هتصحح ال كل الاخطاء خلينا نصحح كل اخطاء الجديد عدى حضرتك في حاله فوز حضرتك الجديد للمحامين اللي هتقدمه للمحامين لا مستقبل تاني خطه كبيره جدا ان شاء الله المحامين عارفينها وهنفرح لك ده الرقيب ان شاء الله ان شاء الله